شادوا لي الان في التنفيذ وليس بالعروسي، شادوا لي بعطلنا اللاعب رقم 4 بعدما تقدم لي الكره بالعروسي، الان شادوا لي ومدحنا جيل يعطيك الصحه شادوا لي مدحنا جيل يتعلق تعلق الحارس مدحنا جيل الركنيه الاولى في المباراه لصالح سريع الانسان الركنيه الاولى لصالح سريع الانسان الركنية تنفذ الركنية الدفاع فارس بالراس في هذه اللحظات لهبيري نور الدين يتهيأ ويستعد لهبيري والحارس زايدي لهبيري يضيعها بعدما تعلق مدح نجيب وصد ركلة الجزاء للسيادي هدف دائما قتيل فيد الركنية قتيل ينفذ الركنية ليس بهذه الكيفية يا قتيل يعيدها الدفاع دفاع سريع نعم لاعبي شباب تيموشن سيلعبون ضد النتيجة ضد الوقت ضد فريق سريع غليزان ضد الكثير من الأمور الحبشي ناحية لبيري لبيري بخير ميمون بالراس بن شيرون ويدخل الدفاع ويدخل الدفاع ولا واحد فيه استقبال هذه الكرة في وسط ميدان حوادث من الهجمة المعكسة لصالح سريع غليزان طريق بالعملية أحمد لمسجل هدف بالعالية ادخل بالعالية يبعث هذا القبيل بعيد ولكن من دون خطأ على مرمى الحارس أو برنو لي بخيرة بخيرة انطلق بالعمريه حذاري من هذه الهجمه تبقى الكره والخطا بالذكرتين والعمريه يتاهب بالعمريه يستعد وفارس يرد الكره كما يجب بن شنون ناحيه حبشي زكريا ممتازه التمريره ولكن تقص كما يجب من بندرار تحول الهجمه لصالح السريع بخير ميمون في وسط الميدان الكره بالعروسي بالعروسي ناحيه بالعمريه بالعمريه عنده الكره بالعمريه مدى يبحث عن التوزيع ولكن يسقط لوحده ويضيع هذه الكره كما شفتوا المباراة تاع اليوم كانت سهلة، أولا كما يقول لك أون جوي أن أدفيرسير اللي راهو في لو با دو طابلو، وسي دي جون سي دي زيسبوار عندهم لا موتيفاسيون.